دابا بغيت نبدا من راسي، دابا ولا بغيت نبدا من راسي غنقول لك تنحماق على شي حاجه سميتها لافورماتيك، مبلي بشي حاجه سميتها ماي باشن هي لافورماتيك بجميع الانواع ديالها، هي ولا الكترونيك، والالكترونيك والانفورماتيك تيتلاقاو في بزاف ديال الحوايج. سو اتس ا باشن فور مي، مزيانه اتس ا باشن فور مي. هذيك الباشن كيفاش خلقت منها الفلوس؟ انا حيت بديك لاباسيون، حيت اش كندير؟ تندير شي حاجه اللي عزيزه عليا. بديت المهم كنت هاكر، وهذاك التخربيق ما غاديش ندوي عليه، لان الهاكين صراحه ما عمرني ضربت منه الفلوس، الهاكين ما عمرني ضربت منه الفلوس. ولكن ملي قررت ندير مدونه، حيت ملي كنبغي نهضر مع الناس على لانفورماتيك بحال هكا تنجلسو كنهضر، تنهضر لك انا في 2000، شوف تنهضر لك انا في 2005، تنهضر لك انا في 2004 في 2003، ما الناس ما تيفهمونيش، ما تنبغي الناس نهضر معاهم في الاي تي ما كيفهمونيش، ما كيعرف كاع علاش كدوي. سو كنحس براسي انني تنتعلم بزاف د الحوايج، ولكن ما كنلقاش مع من بارطاجي، يعني يكون داك لي شونج بيني وبينه. ملي درت في 2009 ديك المدونه وليت كندير الدروس وهذا، وبديت تنتعرف، ولاو كاع الناس اللي هما بحالي كيتجمعوا عندي في المدونه وكيبقاو يسولوا كيما حنا دابا مجموعين. دابا دابا اش كنديروا؟ كنهضروا في واحد البانشن، لان كنا مهتمين بالدومين ديال لانفورماتيك. انا دابا في هذا اللايف ما غاديش يتابعني واحد كيتابع على لا حاده عزيز عليه الطبخ، انا اللي تيتابعني دابا الناس اللي عزيز عليهم الدومين ديال لانفورماتيك، الناس اللي كل واحد واش تيقرا، وكنحاولوا يكون عندنا واحد ليشونج بيناتنا. انت تقولوا افكار، حنا تنقولوا افكار وغدا هكا. فهذه كانت باشن، يعني ملي ولينا الناس كنهضروا هذا، شخصيا بديت كنتعرف. ملي بديت كنتعرف وليت بديت تندخل الفلوس من المدونه، ها الفلوس ولاو تيجيو، يعني الباشن خلقت لي الفلوس. ما عمرني انا شتي كون جيتيني في 2003 وقلتي لي غادي تكون تدخل الفلوس من المعلومات اللي تنشاركوا هذا، غنزيد نضحك على راسي. ما غتجينيش اصاحبي، كيفاش غنهضر في لانفورماتيك وندخل الفلوس؟ وليت كنتعرف، ولاو شركه تعيطوا ليا كندير لهم بريستاسيون في شي دومينات في شي لعيبات. شي واحد مثلا بغى شي لعيبه تيجي عندي تقول لي شوف با امين بغيناك تعرفك تقاد لينا هادي ولا عندنا هذا ونخلصوك، حيت واش السي امين تقدر دير هادي واش دير هادي؟ وليت كنتعرف، وليت كندير هادي، وليت كندخل هادي، صافي وليت تنانفيت حاجه وحده. انا وليت تاني انفيت، وليت تاني انفيت في دومين اخرين، وليت كندخل دي دومين اخرين، كنتلاقى مع ناس اخرين في هذاك الدومين وكنزيد. شتي لاباسيون كيفاش خلقات الفلوس؟ يعني الا جيت نقول لك لا حكا غدير غتبع الفلوس، ما عمرك الفلوس ما غاديش تبع الفلوس، كاين واحد النسبه كبيره ما غتنجحش. وشتي كاع الا درتي هذوك الفلوس ما ماشي بحال دايرهم باسيون، ماشي بحال شي حاجه زوينه، شي حاجه كتستمتع بها، لانه ملي كتكون تستمتع بالحاجه ما كتحسش براسك تخدم، لانه ولا وليتي كتحس براسك تخدم من الاحسن انك ما ديرش هذاك الشيء. حنا علاش كنخدموا؟ حنا علاش كنشجعوا الفكره ديال لونتربرونيا؟ وعلاش كنشجع انا الفكره ديال انك تخدم من دارك الا بغيتي؟ وعلاش انا كنشجع الناس انهم يقراو على دي دومين ويخدموا سيغ انترنت؟ علاش كنشجع هذا الشيء؟ باش نستمتعوا، لان الا ما كناش غنستمتعوا وكنتي هذا الشيء كديروا غير بزز منك غير باش دير الفلوس، راه ما كاينش الاستمتاع هنايا، وما كاينش ما غاديش دير لا فلوس وما غتنجحش وما غاديش تزيد لقدام. فحنا ما كنخدموش، حنا كنستمتعوا. هذه هي القاعده الاساسيه اللي خصنا نتفقوا عليها كاملين، اننا حنا كنستمتعوا. فبالتالي كان قال هاد الهضره ديال نستمتعوا، كان قالها ليا واحد، كان نهضر مع واحد السيد تا هو تيدير لافييت ماركتين، ما عقلتش واش كنا في النجليز، كنت في النجليز وكنت تنهضر معاه، كنت بغيت ندخل معاه واحد البروجي. هو قال لي هكا، قال لي شوف السي امين هكا، قال لي شوف السي امين، حنا وصلنا لواحد المستوى ما كنخدموش على ود الفلوس، كنخدمو على ود اننا نستمتعوا. راه حاول انك تحلل معايا هذه الجمله، هذه راه عندها واحد المعنى كبير وواعر بزاف. حنا ماشي كنديرو هادشي على ود الفلوس، كنديرو على ود اننا كنستمتعو. فحاول انك لو بغيتي دير شي حاجه ديرها على ودك انك تستمتع، ماشي على ود الفلوس. واخا راه الفلوس مهم صحيح الوالد ضروري. النقود تصنع التعاسه والسعاده، متفق معاك،
اتفق معك، ولكن انت شنو هو المفهوم ديالك للفلوس؟ حيت راه الا كان بالنسبه الفلوس خاصها تكون عندك، ولكن خاصك تعتمد على مبدا البساطه في العيش. حيت الا كنتي كتعتمد على يعني على مبدا الرفاهيه والبذخ وهذاك الشيء، كن على يقين انك هذيك هنا فين غتولي التعاسه. لان شكون الناس اللي كتلقاهم سعداء في حياتهم؟ هما الناس اللي كتلقى عندهم الفلوس ولكن كيتزموا باسلوب البساطه في الحياه. ولك العديد من الامثله، شوف معايا ستيف جوبز، شوف معايا بيل جيت، شوف معايا مارك زوكربيرغ، شوف معايا عطى الله الامثله، وتيبان لك هذاك راك في المايباخ. انت في نظرك دابا مارك زوكربيرغ ولا واش شفتي السياره ديال بيل جيت؟ راه فيها هذاك ماشي يرك في المايباخ، هذاك راه يشري مايباخ ويجيب 20 مايباخ دايره به ويمشي، و23 رانج روفر قدامه، 23 وراه، وشي 30 مازي. ولكن الناس عارفين ان السعاده الحقيقيه هي في البساطه، ماشي في البذخ، وماشي انك تحاول انك تلبس اغلى الثياب. ماشي هذا هو المبدا. المبدا هو انه خاص يكون عندك الفلوس ولكن تعيش ببساطه، لان البساطه هي اللي كتعطيك السعاده في الحياه.